شفتك في بنزارت السنة وبرشا فرحولك مع دوك مع سانفارا مع جانشون وجاتي. شفت لافيش للمهرجان؟ شفتها. شو رايك فيها؟ جوابي عادية بيه. خليني انا نفكر اللي اسمه فينا لافيش كيفاش. دونك نلقاو سانفارا بالكبير في التصويرة، اصغر منه شوية نلقاو جانشون، بعد تلقى تصويرة صغيرة كي تثبت فيها تلقى جاتي. اي نورمال لوجيك. انا مشيت للي كومنتير من بعد يقول لك كيفاش معناها ثلاثة ناجحين ثلاثة مسموعين، المفروض على الأقل ما يكونش التباعد بدلت في الأحجام هكاك. تبدلت ملول كانت هكاك ومن بعد ولينا قد ثلاثة. علاش تبدلت؟ ما نعرفش، على خاطر ما عجبتكش. مش أنا جاوي بيه، نعرف اللي سانفارا يعني ناجح أكثر مني، جانجون يعني عنده أغنيات أكثر مني عاملين فيديوهات وكل شيء، من قبلت أنا عاد روح لي هذايا فهمت؟ بعد تبدلت ثلاثة يعني آخر نهار ثلاثة أيام الأخرانيين قبل مهرجان تحطوا يعني ثلاثة قدك يعني. دونك نستنتج انا هكا جان جون شكون ما عجبتوش، خاطر سانفارا ما عندوش علاش باش يتقلق، هو الاكبر في الافيش. دونك فما انت وفما جان جون، نفهم اللي انت متصالح ما عندكش مشكله مع لي زافيش هذوما، ما يقلقكش يحطوك اكبر اصغر من نعرف روحي ما يحطوكش. مانيش حاط يعني روحي اكبر من حجمي ولا اصغر من حجمي، عارف روحي يعني. وهذا تعتبره صحيح ولا غلط؟ ما فهمتش. لانه الفنان فما شكون يشرط في الكونترا معناها قبل من الاول، حتى اسمه في جينيريك الكاركتير والبوليس تاي قداش باش يكون مكتوب في لي زافيش. كيف نعرف برشا فنانين الغاو حفلات على خاطر ما عجبوش حجم التصوير نتاعو في الافيش مقارنه ببقيه الفنانين. وفما اللي يقول لك لا انا ما يهمنيش، انا باش نطلع نغني باش نقابل جمهوري اي سورتو باش ناخذ الكاشي نتاعي، نتحط في الافيش ما نتحطش، نتحط كبير صغير ما يقلقنيش. انا كيكه من نوع الثاني اللي ما على باليش.